اول ما طبوا طبوا شقتي، كسروا الباب مال الشقه، الباب الاولي. يسالون وين اخوك؟ له هو عبد الشهيد هي الصغير المطلوب كان. زين قلت له ما ادري عنه، هي شقتي انا ساكن هنا، بس هو ساكن يمي، ما ادري هل هو كان هل هو موجود يعني في البيت لو ما موجود. وكلهم مدنيين ما وياهم ولا يعني لا شباب ولا شرطه. ما شافوا المطلوب، شافوا الصغير هذا المطلوب دبحه ودبح كله على الجهه. ثاني مره مرتين، مره احنا دبحه مره. ايش سوي؟ بس شالوا اخوه تودوا الاردن، قالوا ما في غنى مبطوط الجب، جوات عباره على الراس على الجب وعلى الوجه. بس هاي قصته. زين هو اللي قال لي القصة هذه، يعني هو أنا سافرت أوريدي، أنا من ضمن أنا ويا أختي سافرنا إياه الأردن حق العلاج هنا، بس يعني ما في فايدة. يقول ما شفت له الباب مكسور مرة. زين سدحك على بس وكنا على الجبل. زين طلعوا برا من الشقة، زين طلعوا برا من الشقة ووقفوا. أثناء ما هو قاعد يتكلمون يعني يقول لي ما أمشي، قال لي ما أمشي، أنا ما أدري عنه، هي شقتي أنا ساكن بروحي. جاء احد جيرانه اللي ساكنين في نفس المنطقه، يعني في المنطقه اللي هم ساكنين فيها، من شاف دوريه وشاف عالم 300 وما شنو رجع ريوس وهرب، يعني ما وقف. قالوا لي واعتقدوا ان اللي هرب بسياره نفسه عبد الشهيد، قالوا لي تقول ما تعرفهم، لحقوا وراه ما صادوا. يقول هو يوصف لي يقول الضرب ما يشوت، ما يشوتون الا كله في الخاصره في البطن وكله في الراس تشويت، يعني في اي مكان شوتون ضربون، حتى اللي عندهم اللي هو الاسلحه ضد الاسلحه يضربونه. زين يقول انا شقه اختي قريبه الى شقته، يعني تقريبا 200 متر الى 250 متر. يقول والله ان حتى الليتات مال الشارع ما اشوفهم، يقول ظلام، احس نفس الغمامه صايدتني. قال ما شفنا له كل مجلي يغمض، بس مغمض ولا يتحرك. اما ودينا نختار وجدي عبد ابو تحدي تختار اختار قصره وفيها ويا بابا بلحت بالنحلة. ومنها بس حالته من اسوأ الى اسوأ، يعني ودينا الاردن ما في فايده، جبنا هني السلمانيه، ينضل يمكن تقريبا اسبوعين بعد ما جبنا الاردن، ظل يمكن لشهر رمضان. زين كذي وعقبها عقب رمضان ودينا اللي هو في نص رمضان بعد الظهر ودينا اللي هو المستشفى. لما بس اعلنوا انه اعطونا خبر انه توفى. قصروا اللي هم ما قصروا، لا عفى الله عنه. اقول ولدي راح حسروني علي، ويش اكو؟ قاعد يتكلم على راح، حتى صوته ما يسمع، يعني الاقرب واحد قاعد صوبه ما يسمع كلامه. هو الحمد لله كان يشتغل وكان يعني مشي سيارة، بس من بعد انه اللي صادق ما يقدر يتحرك. ودينا الأردن، حتى عقب ما ضربوه نيها شوي يعني قام يمشي، بس يوم يروح الشغل واسبوع يقعد على الشغل. دم اخوي نبغى لا تسبب في مقتل اخوي، نبغى القصاص منه. تعوض عند الله يا اخوي، تعوض ايش بيعطونا؟ والظنيه تعوض ببيزاته. اعتقد اسام لا بدم اخوي ولا بدم اي شهيد بالبحرين، هذا القصاص، القصاص غير القصاص ما نبغى اي شيء. يعني من قبل اول ما سمعت انه بيدشون حوار غير حوار انا مو قابل هالشيء. الحين ارد ارجع ورا حق الحوار بعد ما مات فوق الحين استشهد فوق ال 100 وشي.